السلام عليكم. وعليكم السلام. ما بدنا ننزل صورة كاميرا اليوم، وصورة بحر، وصورة رمل، وصورة سفينة وطيور. يلا بلشوا نزلوا الصور. نزلت أنا هاي، وهذا بحر، وهي طيور، وهي رمل، هاي سفينة. نزلتوا الصور صبايا؟ عم ننزل. يلا منس نزلت الصور. ماشي، يلا بلشي معي. تمام. جبت أول شي أنا صورة الرمل، بعدين السما، يعني زبطتهم كنترول تي الحجم. تمام، تمام. مركزين معي الكل بلشتوا؟
مس عندي سؤال بخصوص الأداة اللي هلأ أنتي عم تستعمليها هلأ، ممكن تحكي لنا عنها شوي؟ مين بيسأل؟ أنتي رهاب؟ إيه أنا. هذا كليبينج ماسك، مو سألتيني عنه المرة الماضية وقلت لك؟ لا مو أنا. يمكن فاطمة. استخدمت هذا الماسك هون، وانتي لازم تستعملي البرش عشان تمسحي البرش تول، يعني هذا نحن أخذناه بالدورة الماضية البرش، بس هلأ الجديد اللي هو الماسك، حتى أنا حكيت عنه شوي إذا بتتذكري، يمكن انتي ما كنتي معنا. بلا كنت معك وبعرف، يعني أنا فهمان عليكي. أيوة هاي استخدمت أداة البرش تول، تمام. شفتيها هاي اللي بتلون وبتمسح أي مشان يبين يعني إنه الصورة طبيعية. تمام.
وين وصلتوا؟ فاطمة، نور، رهاف، سارة، سهاد، أمينة. لا أنا ما عم طبق، بس عم شوفك شو عم تعمل. بعد ما تخلص بدي طبق، لأنه ما عم يروح علي شغلات لما عم طبق. طيب والباقي؟ طب فهمانين أنا شو عم بشتغل؟ يعني في شيء لاحظتوه يعني مو مألوف عليكم؟ أنا شفت الإشي الجديد اللي عملتي اللي هو تبع الكولر بالانس، وشفت إنه عدلت الألوان وهي. طيب والباقي؟ كله تمام ميس. نور انتي انتبهي على هاي الأشياء، ركزي معي. هو هيك عملتي الدرس الماضي؟ عم بشتغل فيها بس لسه ما خلصته. هذا تقريبا نفسه، يعني قريب عليه كثير.
صبايا معي؟ ايه معك ميس. حلو التصميم؟ كتير حلو. حد عنده طيب اي سؤال؟ كتير غريب وكتير حلو، يعني والله انا بدي اطبقه اي شيء بطبقه. بس هذا بدي اسال، تفضلي. السفينه من الاخر قطعتي شيء منها لما فوتيها بالكاميرا؟ بالماسكينج. بالماسكينج تمام، لانه ما انتبهت على اخر خطوه. بالماسك يعني حاولت خليهم انه مدموجين ببعض، انه جزء من هاي مبين وجزء من هاي مبين، مشان يبين انه شيء طبيعي. ايوه تمام. هذا المانبيوليشن يا صبايا، انت قد ما بتطبقي فيه بتحفظي الفوتوشوب، فيه كتير خطوات. حتى انا الاشياء اللي عم بعطيكم اياها يعني ما بتاخذ وقت كتير، يعني في اشياء في تصميم مثلا بياخذ ساعه وساعه ونص، فيه كتير خطوات. بس بيخليكي ماخذه على اللاير، على الماسك، على الاشياء، بتتدرب ايدك، فبيصير الشيء راسخ بدماغك اكثر. فانتوا اذا بتكون عن جد تتقنوا الفوتوشوب ضلوا اشتغلوا على المانبيوليشن، لانه بتشتغلي فيه كل مثلا كل الاشياء، كل الالوان، كل الادوات، بيعطي ممارسه منيحه. يعطيكي العافيه، كثير حلو. الله يعافيك حبيبتي.